اتفضل. مشاهدينا الكرام متابعي قناة شوف تي في، اهلا وسهلا بكم، مرحبا بكم في هذا البث المباشر من مدينة الدار البيضاء من وسط المدينة. كيف ما كنعرفوا المشاهدين في ان هذه الوقيتة هذه كيكسر الناس كتخرج من الخدمة ديالها كتبغي تلقى المركوب، ولكن للاسف هاد الظاهرة هنا كنلقاو بزاف ان الناس في هذه الوقيتة هذه ما كتلقاش المركوب، وهذا اكبر دليل على المنظر اللي حنا كنديرو لكم مباشرة من وسط المدينة. الناس كتصرف في الطاكسي، المركوب تصنف الطوبيس، كيف ما كتشاهدوا صف طويل ديال مازال مواصلين معكم مشاهدينا الكرام متابعي قناة شوف تي في هذا البث المباشر بمدينة الدار البيضاء. كيف ما قلت حنا مباشرة من وسط المدينة كنقول لكم الأجواء اللي كاينة هنايا في هذه الوقيتة هذه، خصوصا مع وقيتة ديال خروج الناس من الخدمة ديالهم، وكيف ما كنعرف بأن هذا الوقت هذا الناس كتكون محتاجة للمركوب. للأسف الشديد هادشي كنشوفوه في جميع مناطق ديال كازا، مشاهدينا الكرام متابعي قناة شوف تي في. وصلنا الى نهاية البث المباشر، ان شاء الله نلتقي معكم في بث مباشر اخر، الى اللقاء.